مساء الفل، مساء السعادة على كل مشاهدينا، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم لقاء مع آية. كتير مننا بندور على حل المشاكل، شعرنا فراغات وصلع ومشاكل كتير جدا حتى التساقط. طبعا الشعر ده زينة كل ست، بس حلقتنا النهاردة مش بس بنتكلم عن الشعر خاص بالسيدات وكمان للرجال. النهاردة هيكون معانا منتج لأول مرة، دكتور إيف. منتج ده يعني من كتر الكلام عنه على السوشيال ميديا حبينا ان احنا نستضيف الدكتوره الاء وهنتكلم معاها عن كل حاجه خاصه بالمنتج ده. تعالوا نرحب بضيفتي الاول. ازيك يا دكتوره الاء؟ ازيك يا استاذه ايه؟ طبعا الدكتوره الاء وحيد، متخصصه مهندسه كيميائيه ومتخصصه في علم الميكروبيوتيك والتداوي بالطبيعه. طبعا انا عاوزه اعرف ايه موضوع كوكب نساء الارض اللي طبعا مكسر السوشيال ميديا، وكمان عارفين ان الجروب ده فيه الدكاتره بتتابع حالات العميل علشان خاطر يشوف فعلا في نتيجه ولا لا. صحيح، احنا بدأنا البروجكت بحملة توعية على السوشيال ميديا للبنات، الحاجات اللي ينفع نستخدمها للشعر، الحاجات اللي ينفع نستخدمها للبشرة. بدأ الموضوع يتطور، عملنا جروب ميديكال لحد الآن الوحيد اللي مش هدفه بس مبيعات. احنا دلوقتي بنبيع وبنتابع مع كل حالة احنا بنعمل ايه، ومش بس كده بناخد منها ريفيوهات. واحنا الجروب الوحيد اللي فيه المنتجات علاج فوري يعني، وكمان الجروب الوحيد اللي لو قدرتي تشتري منه اي برودكت ما جابش اي نتيجه معاكي بتقدري تسترجعي فلوسك او تستبدلي. جميل، فده كان الجديد والمتميز. معنا فعلا شفت موضوع انت مكسره السوشيال ميديا، وبشوف كتير لايفات طلعتي تتكلمي مع البنات والعملاء، وكمان شفت نتائج حلوه جدا واراء الناس عنه. عاوز اعرف برضو ايه هي الاسباب اللي بتؤدي للتساقط عشان نقدر نتكلم عن دكتور ايف. هي الاسباب كتيره، بس احنا بنقسمها شقين، انتيرور فاكتور واكسترور فاكتور. فاحنا الاسباب الداخليه دي حاجات كتيره جدا، منها اهم حاجه الفريتين اللي هو مخزون الحديد. وفي دايما اعتقاد خاطئ ما بين الناس الفرق ما بين مخزون الحديد ولا الحديد، لا احنا عايزين مخزون الحديد وفيتامين د والزنك والغده الدرقيه، دي اهم الاسباب الداخليه. طيب مع النفسيه كمان. بالنسبه لتساقط الشعر ده بيكون سبب او الناتج عنه الحاله النفسيه ولا ملوش علاقه؟ اكيد طبعا الحاله النفسيه عامل اساسي في اي حاجه. طيب دكتور ايف بقى عايزاكي تكلمينا عنه، عايزين نشوف اكتر الحاجات اللي انتي عالجتيها من المنتجات اللي كون معاكي. جالك اتصالات كتير عاوزين حل ليها. هناخد اتصالات؟ لا جالك دايما اتصالات عندنا حل مشكله معينه. عندنا اكتر حاجه الناس كلها بتشتكي منها، واحنا يعني من البرنامج ده انا بوجه رساله لكل العالم مش بس لمصر، انه دلوقتي دكتور ايف عملت برودكت بيحاكي المينوكسيديل. ده بيحاكي المينوكسيديل. المينوكسيديل هو ماده كيميائيه بتتحط على الشعر بتخلي الشعر يطلع، بس دي ماده كيميائيه والسايد افكتس بتاعتها كتيره جدا. انت اول ما بتحطيها على الشعر لازم تستخدميها تحت اشراف طبيب، ده اند يوزر، ده عادي ممكن تستخدميه بدون اشراف طبيب. طيب انا عايزه اسالك سؤال، ليه بقى الطبيب بيطلب الحاجه دي خاصه يعني؟ هقول لك ليه، لان ده ملوش سايد افكت وبيحاكي نفس نتائج المينوكسيديل. ده بيعمل، بصي بقى يا ايه، انا جاي اصلا عشان اتكلم على ده، بيعالج الصلع الوراثي. بس مهم جدا ان نعرف ان الصلع الوراثي لازم نكون فير مع البيشن ونقول له ان الصلع الوراثي لازم تستمر علاج، فهو في كل الحالات هيستمر مع مينوكسيديل فور ايفر ومع ده. ولكن يعني المينوكسيديل برضو شغال؟ طبعا لا، المينوكسيديل مش هياخده يعني، سواء هو اتعالج بمينوكسيديل او بده هيفضل يتعالج فور ايفر مع الصلع الوراثي. ولكن هو لو ساب مينوكسيديل كل الشعر بيوقع، لكن مع ده لو ساب الدكتور ايف مش هيحصل تساقط للشعر زي اعراض الجانبيه بتاعه المينوكسيديل. هو بيجيب نتائج فوريه؟ فوريه على طول، في نفس اليوم اول ما بتسرحي شعرك بيبدا الشعر يتساقط، بيبدا التساقط يقل. بتشوفي على المشط بتاعك، انت تتابعي على المشط بتاعك كم يوم قد ايه؟ وقت قد ايه يعني؟ يعني يعني وقت قد ايه بالظبط؟ اديني رينج معين. اديكي من اول مره بيقل التساقط يعني، يعني يكاد يكون اقول لك انه شهر مشكله التساقط بتنتهي، واحنا معانا حالات على كده. وعايزه اقول لك هو ازاي بيشتغل، اهم حاجه عايزه اقول لك هو ازاي بيشتغل. ما هو مش فكره، هو مش سحر، انت بتحطيه على شعرك وبيطلع. طلع فعلا فيه من الطبيعه حاجات تقدري تحطيها على شعرك ويطلع. ليه بقى؟ هو ده اللي انا جايه عشان اقوله. طيب تمام، ليه دكتور ايف البرودكت ده؟ انا عارفه ان معاكي اسئله تانية، بس دي اهم حاجه. ليه البرودكت ده لما بتستخدميه على شعرك بيبطل تساقط الشعر من اول مره؟ علشان الاتي البرودكت ده، اولا عشان نعرف هو بيشتغل ازاي، الميكانيزم بتاعه ان هو بيحسن السيركوليشن بلاد، بيحسن الدوره الدمويه، وده بفضل الماده اللي فيه اللي اسمها الكافيين.
وفيتامين اي وفيتامين اي. فانت مجرد حسنتي الدوره الدمويه قضيتي على مشكلتين، قضيتي على مشكله شعر تساقط وقضيتي على الهالات السوداء، ودي اغلبهم مش بيعملها. دايما تتعالجي هالات سوداء ومش بيحصل علاج لان في ضعف في الدوره الدمويه فعلا. فاول حاجه بيعملها ده انه بيرفع الدوره الدمويه. تاني حاجه بيعملها موجود فيه انتيبيوتيك قوي جدا هو الثوم. الثوم معروف طبعا. ايوه كمان بيقضي، هو انتي بيقضي على القشره تماما علشان في زيت نعناع وفي قرنفل. فانت شوفي حليتي كام حاجه. كمان في اهم حاجه في انزيم في اسمه دي اتش ال. الدي اتش ال ده هو المسؤول عن تساقط الشعر، ده بيحد منه الثوم والبصل الاثنين مع بعض بيقللوا الانزيم ده. اتفضل. سؤال، هل هو في مينوكسيديل؟ خلينا من 1% حتى. احنا بنقول احنا ضد المينوكسيديل تماما. طب المينوكسيديل اعراضه الجانبيه ايه؟ انت عارفه المينوكسيديل اعراضه الجانبيه مصيبه، ضعف جنسي للرجال وحبوب يصعب علاجها للبشره بالنسبه للسيدات. غير كده محتاجه ان انت تضعفي جرعات المينوكسيديل، والطبيب مش لاقي اي بدائل دلوقتي في السوق. بدانا دلوقتي ننزل مع الاطباء ده يا جماعه منتج بيحاكي المينوكسيديل واحسن. جميل. احسن من الاكسيديل بكتير جدا لانه ملوش اعراض جانبيه. ينفع للحوامل والاطفال؟ ينفع لكل الناس لان هو برودكت طبيعي. جميل جدا. شغله الاساسي هو تحسين الدوره الدمويه. طيب معاكي ايه تاني غير لا ده يعني ده لوحده بقى. انا جايه اقول لك هو بيعمل ايه بقى في الشعر. تمام معاكي. وبيشتغل ازاي؟ الانديكيشن بتاعته يوصف لايه بقى؟ بصي كام حاجه. الهير لوس فقدان الشعر، كمان بيعمل هير جروس، يعني مش بس انت بتقللي التساقط، لا بتطلعي كمان شعر جديد. كمان هو بيحارب الالوبيشيا اللي هي الثعلبه. في طبعا ثعلبه أيوة كامله في كل الجسم وثعلبه كامله في كل الراس، لا هو بيعالج الثعلبه اللي هي الاريولوبيشيا اللي هي الثعلبه اللي بتظهر زي عملات معدنيه بالراس او بالدقن، ده بيعالجها على طول طبعا بفضل الجارليك وتحسين الدوره الدمويه. شوفي كمان يا ايه هو بيعمل ايه. هو بيحارب الخشونه بتاعه الشعر الرفنس، يعني كمان بيدي نعومه للشعر. لان انت اهم حاجه هو ده بيشتغل على الروتس، بيشتغل على الفروه، احنا مش بنحط على الشعر اطلاقا، انت بتحسني عن طريق الفروه. فهو بيعمل ايه؟ انا عارفه انك عايز تتكلمي بس ده اهم احنا حاجه. احنا جايين من خلال البرنامج عشان معانا مكالمه تليفونيه. فضل. معانا هبه، اتفضلي يا هبه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا هبه. ممكن اكلم انا؟ اتفضلي مع حضرتك. ازيك يا علي، عامله ايه؟ ازيك يا هبه. انا مصدقت شفتك اصلا في التي في، لازم اقول رايي. يعني انا واحده من الناس اللي استخدموا زيت الانبات. لا مش عايزه، يعني مش عارفه اتكلم عنه اصلا. انا كنت لسه بقول، يعني كنت لسه بتكلم مع ناس صحابي واقول لهم ان انا كنت بعلق شعري ده كده على الحيطه وانا باخد شاور من ساعه ما استعملت زيت الانبات. تقريبا من ثالث مره التساقط الحمد لله وقف. انا ما بتعملش حاجات كتيره جدا جدا، وقالوا لي كورس 3 شهور وكورس 6 شهور ومش عارفه ايه. الحاجه الوحيده اللي استعملتها فعلا وجابت معايا نتيجه من ثالث مره. فبجد عايزه اشكرك حبيبتي هبه. تسلمي. مش عارفه اقول لك ايه. بالذات دي حاجه من ضمن الحاجات. انا كمان استخدمت من عند حنه علاجيه. انا كان شعري مسبوق ومحروق من الصبغه اساسا. الحنه العلاجيه اللي علاء بتعملها فظيعه، بتسحب الصبغه اصلا من الشعر وخلت شعري حاجه كده، يعني الحمد لله التقصيف راح وحاجات كتير قوي فرقت معايا الصراحه. شفتي طبعا غير الشامبو والبلسم مش هتكلم عنهم اصلا، دول فظاعه اساسا. فبجد مش عارفه اقول لك ايه. انا فرحت قوي لما شفتك، قلت لازم اكلمك واقول لك رايي في المنتجات عشان فظيعه اصلا، يعني ما شاء الله. شكرا ليكي يا هبه وشكرا لرايك. ميرسي جدا. كملي. انا حابه اكمل على ده لان انا من خلال برنامجك حابه انشر المعلومه. نوم مينوكسيديل بعد اليوم، بعد اليوم في منتج بيحاكي المينوكسيديل. لان فعلا ناس كتير بتقول ان لما بنوقف المينوكسيديل بيبدا الشعر يقع، حتى لو درجتيه مع طبيب وحتى لو كانت نسبته 2% وحتى لو 1%، لان الشعر بينمو بفضل تركيبه اسمها مينوكسيديل، اسمها دي تركيبه كيميائيه مش طبيعيه. ومن الاخطاء الشائعه، يعني انا حابه بس اليوم اتكلم على ده. من الاخطاء طبعا هتتكلمي عنه بس عاوزين نعرف ايه هو المكونات بتاعته. هي دي انا جايه فيها. المكونات بتاعته زي ما قلت لك، اللي هو اول حاجه واهم حاجه هو الانتيبيوتيك، هو الجارليك. الجارليك بيعمل ايه؟ انتيبيوتيك معروف، يبقى هو هيبقى ضد البكتيريا، فده هيحسن لي من مشكله القشره، هيشيل القشره اول ما يخش على الشعر، هيحسن نمو الشعر بطريقه جامده لان الجارليك بيعمل هير جروس للشعر. معانا رحاب بس عاوزه تكلمك، اتفضلي يا رحاب. انا ساره، انا دكتوره ساره محافظه الفيوم سارة ابراهيم. اهلا بيكي. ممكن اكلم دكتور علاء؟ اتفضلي معاكي.
دكتور آلاء، منورة الدنيا، منورة الصحة والجمال. شكرا يا دكتورة. عاملة ايه؟ الحمد لله. بصي انا يعني في شهادة كده مبروحة في البرودكت بتاع دكتور آلاء كلها، خاصة تركيبة الليمبات اللي لسه اتكلم عليها، جربناها في اكتر من حالة الحقيقة، يعني برودكت واحد بعيدا بقى عن المينوكسيديل والناس اللي كانت المفروض تاخد مينوكسيديل والمفروض ان هو يكمل عليه مدى الحياة، وحوار كبير يعني ان انت تفضلي كده يعني مدى الحياة ماشية على برودكت معين. فهي لا يعني اختارت فعلا الحل المثالي في برودكت زي ده، خاصة انه يعني عايز اقول نسبة 95% من الشعب المصري كلنا بنعالج من مشاكل الهير فولينج. تمام. فهي قدرت توصل لده، فيعني اتمنى ان احنا نقدر من خلال برنامج من حضرتك بس دكتورة اللي معانا النهارده ننشر التوعيه، يعني هي الوقايه خير من العلاج طبعا، ننشر التوعيه اكتر طبعا. اللي بيستعمل مينوكسيديل يا يعني اما خلاص بقى يمشي في الويل، يا يفضل كده مدى الحياه، يا اما بقى يجرب التركيبه بتاعتنا اللي احنا محتاجين فعلا كل الناس تجربها. هي دكتور ساره معانا، دكتور آلاء معانا، يا دكتوره ساره هتتكلم عنه باستفاضه وتقدر توصل المعلومه للناس عشان الكل يستفاد. شكرا لاتصالك. اهم حاجه بقى يا استاذه ايه هو الموضوع ده على الانبات، انه خلاص من اليوم ما فيش حاجه اسمها نكتيديل، من اليوم في ضمان، بقى في حد طبيب يقدر يدي البيشن بتاعه الزيت على ضمان. في ايه بقى البيشن ده ليه الزيت ده حل متكامل لكل مشاكل الشعر؟ لانه بيعمل كل حاجه، ده بتنعمي بيه، ده بتمنع التصاق، ده بيطول كمان، مناسب لكل الاعمار، لكل الاعمار ولكل يعني لو واحده حامل بترضع طبيعي. طيب سؤال، لو المنتج ده قعدنا فتره شغالين عليه حلو جدا، طب مجرد ما نوقفه بقى هل بيحصل تصاق؟ هو ده اللي احنا بنقوله، انه السايد افكت بتاعته مش زي النكسوزيل. النكسوزيل بيعمل ايه؟ اول ما تاخديه، وانا برضو من خلال برنامجك في ناس كتيره نازله بتعمل برودكت ان هو طبيعي، ولما بيجي يشتغل على الشعر بيوقع على الشعر، وبعد كده بيقول لك بيطلع لك شعر بعد تاني شهر. التركيبه دي لو عملت كده اعرف ان فيها مينوكسيديل، حتى لما مكتوب فري اوف مينوكسيديل. تمام. فطبعا دلوقتي ده اللي بيعمله ايه، بيخش على الشعر، لان هو مش ماده كيميائيه، الشعر مش بيتضايق، الشعر فتره نموه من 3 شهور لسبع شهور وبعد كده سنه كامله في مراحل نمو الشعر، فالشعر مش بيتضايق من ده. لما بيخش على الهير فوليكل بيحاول يحسنها وما يضايقهاش انها تقع، لكن النوكسيديل بيضايق الشعرايه. طب هو له اي اثار جانبيه؟ ملهوش اي اثار جانبيه اطلاقا، بس احنا بننصح لو حد مريض ضغط عالي ان هو الدوس بتاعته العلاجيه بدل ما هتبقى 3 ساعات لو مريض ضغط عالي قوي يبقى ساعه واحده، لان احنا قلنا ان هو بيعمل ايه، بيمبروف بيجرد الدوره الدمويه. طبعا البلاد سيركيليشن بيسرع الدوره الدمويه جدا، فاحنا مش عايزين. طب هو له مده صلاحيه؟ صلاحيته دي احلى بقى الصلاحيه، احنا الحاجات دي فيها سيدز وهيربل، فيها اعشاب وبذور، البذور دي كل ما تقعد في الزيت المفروض انها تتعتق. طيب نستأذنك بس عاوزين نشوف الصور مع بعض كده على الشاشه علشان خاطر الناس تشوف الحل بتاع الزيت. اول صوره بتاعت التساقط. ده الفرد. دي الفرد. تمام. دي فرد، دي طفله فردن لها بحاجه بي اتش مش مفروض قلويه، احنا اختبرنا الكرياتين والبروتين وطلع قلوي، والقلوي ده استاذه اسماء يعني بطاس، يعني سودا كاويه، كل حاجه دلوقتي فيها سودا كاويه. فالبرودكت ده اللي هنختبره دلوقتي مع الناس ده كده بتاعت التساقط. ده للتساقط. شوفي البنت دي كان قد ايه بيطلع، ده بعد اسبوع بالظبط الحجم اللي انت شايفاه ده. ليه؟ لان مفيش دوره دمويه وعندها قشره. هو ده سبب لما بنبدا اي حاجه في الاول بتوقع الشعر في البدايه وبعد كده لا، ما هو احنا جايين نقول لا، بتاعنا مش بيوقع الشعر في البدايه، اللي يعمل كده معاكي اعرف انه مينوكسيديل. بتاعنا لما تحطيه اول مره ما يوقعش الشعر. لا، دكتور يوقف تساقط. دكتور ايف هو اللي يمنع تساقط من اول مره. طيب لكن النوكسيديل يوقع الشعر وبعد كده يطلع شعر جديد. طيب هنشوف معانا الاول اتصال تليفوني، معانا رحاب، اتفضلي يا رحاب. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا وسهلا يا فندم، ممكن بس اكلم استاذه ايلان؟ مع حضرتك، اتفضلي. الو. ايوه يا اسماء. ايوه يا رحاب. ازيك يا استاذه ايلان؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله بجد، والله انا بشكرك جدا، والله والله حقيقه يا جماعه هي فعلا انا واخده منها الموضوع اللي هو الفرد الطبيعي ترميم الشعر بجد هايل، وانا لما وديته للكوافيره بتاعتي قالت لي مش داخل له اي مواد كيماويه، جبتيه منين؟ فبجد والله حقيقي انا عايزه اشكرك على ان انت رجعت لي طبيعه شعري تكفى، يعني من غير اي حراري، من غير اي حاجه بستخدمها لشعري الفرد، ولا مكه ولا تشوار، وكان على الهوا ده افتكر دخلنا مع بعض على الهوا، حضرتك فاكره لما عملتيني يا فندم؟
صح صح اه مظبوط. يعني بجد انا حبيت اعمل مداخله يعني بعجوب اللي انا اول ما شفتك بالصدفه. شكرا ليك يا رحاب. شكرا ليك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك جدا. مش بنسيب الناس خالص، احنا مش بنسيبهم خالص، متابعه مستمره. ايوه عملتي فعلا. ايه النتائج؟ نزلي ريفيو على الجروب. مبسوطه جدا من الجروب بتاع كوكب نساء الارض. كوكب نساء الارض، انت تخشي تتعالجي حتى لو مش هتشتري، تخشي تتعالجي في الدكتور ويبدا يتابع كل حاله طبعا. يعني حتى لو كان الموضوع طول اكتر من اللازم طبعاً يفضل معاه. طبعا طبعا النتيجه مميته لو حاجه وصلت غلط، لو حاجه في اعراض جانبيه. طيب ومتابعه مستمره. لا معلش، عاوزين برضو نعرف بقيه المنتجات اللي معاكي عشان وقت البرنامج. يعني هو الزيت اهم حاجه، بس انا اخر حاجه عايزه اقول لك عليه ان هو مش بس للتساقط، هو للتساقط ونعومه وكمان لزيت كثافه الشعر. حلو قوي. تخيلي انت من اول اسبوع بتلاقي الشعريه تخنت، لان هو انتي هير سيننج، الشعر لما بيتعب بيترفع. طيب تاني حاجه، طبعا احنا مش هنستخدم زيت وخلاص، طبعا زيت يبقى شامبو خالي من سلفات وبارابين وصوديوم، وللاسف برضو اغلب الحاجات وحتى بتاعه الاطفال بيبقى فيها بارابين وسيليكات، لان السيليكات هي المسؤوله عن الرغوه، فاي برودكت انتي بتستخدميه حتى لو سيف بيرغي يبقى هو مش صح. فده الشامبو ده معمول خاصيه نانو تكنولوجي، احلى حاجه فيه وما اتعملتش قبل كده ان هو بيبقى متعادل الشحنات، يعني انت لو خارجه وفي عندك شحنه سالبه مثلا في شعرك او موجبه، لما تخرجي للشارع ما يشدش الاتربه، ما يشدش، ما يبقى متعادل، فالشعر يفضل شايني، يفضل إلاستينج، يفضل هيلثي. ده بالنسبه للشامبو. ومش بس كده، في هيربل، ومش هرب الكلمة وخلاص، لا تستخدميه تلاقي أعشاب بتنزل. فحلو جدا انك تستخدميه تحطيه دقيقتين على راسك، قاعدة ضميرك مرتاح. في شامبو على راسي دقيقتين؟ اه فيه، هيغذي شعرك، هيحسنه. طيب البلسم كمان مش حاطين فيه روائح صناعية. حلو. الريحة هرب، هتحسي ريحة أعشاب. وفي حاجة زي فيتامين صغيرة، وشوفي التصنيع دقيق قد ايه. وبرضو انا عايزة اخرج من النقطة دي للنقطة دي، ده ريحته وحشة، لانه ما ينفعش نحط عليه ماده تشيل الريحه لانه هيحد من الافكت، وده التميز، ده تميز دكتور يعني ايه. انا ما ينفعش استخدم مع الحاجات دي اي منتجات تانية، هو بس ما ينفعش، يبقى كدب، يبقى كدب وكلام فارغ. ده ريحته توم، لو غيرته بتركيبه او حطيت عليه ريحه يقل من التركيبه 60%. وعلشان كده اي حد بيجيب برودكت يجيب نتيجه بعد 3 شهور ويقول لك اصل العلاجات الجلديه لازم تاخد 3 شهور. لا ما بتاخدش، بتاخد يوم وعلى ضمان بيرجع على طول. تاني حاجه، ده طبعا احنا قلنا متعادل الشحنات، وفي زي حبيبات جيلي، هي فيتامينز بتقدري انت تعمليها على الشعر بتطلع ريحه كويسه. يعني ده بس عشان يعني شوفي المراعاه ان احنا ما ندخلش ماده تصنيعيه وصلت لحد فين. اما بالنسبه للكونديشنير مهم جدا وينفع نسيبه ليف ان، اي ليف ان على الشعر كونديشنير بعد التسريح بيدور الشعر، لان هو في الاخر ماده كيميائيه. ده وانت بتستخدميه برده بتلاقي قطع جوز هند حيه انت بتعمليها، ما شاء الله جميل، مساج جنتلي كده، جنتلي مساج، وتسيبيه على شعرك بمنتهى الاريحيه. اهم حاجه برودكت الفرد اهو، لو جينا اختبرناه البوتاس بيدينا الالوان الزرقاء دي يا استاذه ايه، البوتاس لو جينا اختبرناه بيدينا الدرجه دي، دي درجات الحموضه. المفروض ان احنا نستخدم حاجه متعادله او مثلا احماض. فاحنا لما جينا اختبرنا البروتين والكرياتين واي برودكت بيفرد لقيناه راح على 13. فاحنا معانا البرودكت، انا واخده عينه من الفرد. تمام. تقدري تفردي شعرك بمنتهى الامان مع دكتور ايف. طب عايزه اسالك سؤال للدكتوره ايلين، موضوع الفرد ده كتير ناس بتقلق منه، يعني مثلا ايه، في ناس تقول لك ايه ده بعد فتره شعري بدا يقع، لا لما استخدمته وقعد فتره وبعد كده شعري رجع تاني زي الاول. هلاقي حمضي ورايح للمتعادل، هلاقي اللون احمر حمضي ورايح للمتعادل، مش بطاس، مش صودا. بقينا ننشر الوعي، احنا عايزين وعي، احنا مش جايين نقول برودكت ممتاز، لا جايين نقول وعي. الوعي ايه؟ استخدموا بي اتش، حاجه بقرش ساق من عند بتاع، استخدموا بي اتش على المنتجات بتاعتكم، شوفوا انتوا بتشتروا من مين، هل هي متعادله حمضيه قاعديه. ممنوع جدا الالوان الغوامق دي لانها بتبقى بطاس وحاجات مش كويسه. تمام. ايه تاني معاكي؟ الترميم بقى، ده الترميم ده كل البيوتي سنترز وكذا بيعملوا حاجه اسمها ترميم بس فرد، فلا الترميم ده بيحسن من جوده الشعر. البرودكت الوحيد برضو وتاني وتالت في العالم كمان، يعني ده الوحيد نفس القصه وعلى تحدي. ده تاني حاجه، الشعرايه المأستكه اللي اتصبغت اكتر من مره وتعمل لها فرد اكتر من مره، ده الوحيد اللي تحطيه من اول مره الاستك يروح. طيب بيحسن من جوده الشعر. تمام. بيحسن من جوده الشعر، يعني بيخلي الشعر الخشن
ناعم، ولكن ما ينفعش نفرد بيه. طب طيب مش بالنسبه نفرد لكل الفرق. الحاجات اللي معاكي دي تنفع طبعا للاطفال ولكل الاعمار؟ لكل الاعمار طبعا، يعني مش الزيت بس؟ لا لا لا، لكل الاعمار. طيب دكتوره الاء بشكرك جدا، ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني. هنتكلم المره الجايه عن البشره، مش هنتكلم عن الشعر تاني بقى، ندور بقى على البشره عشان برضو كلنا بنهتم ببشرتنا زي شعرنا بالظبط. بشكرك جدا، ان شاء الله نشوفك تاني. مشاهدينا وكده انتهت حلقتنا، اتمنى ان شاء الله تشوفونا ان شاء الله باذن الله في لقاء معايا، انتظروني ان شاء الله. مع السلامه.